معالجات الجيل الجديد من أبل سيليكون من المفترض أنه تعطينا قيمة إضافية وأداء أعلى من النسخ الماضية الـ M2 M1 واللي أقدم منها كمان. هل هذا الشيء عم يتحقق بالإصدارات الجديدة ولا الفرق مو كبير ومو مستاهل أنه نعمل أبجريد على الإصدار الجديد؟ لحتى نعرف هذا الشيء عندي اليوم الـ M3 Pro بمواجهة الـ M2 Pro بأجهزة الماك بوك برو النسخة الماضية والنسخة الحالية اللي عملت عنها تجربة سابقة. تابعوا الفيديو للأخير لحتى تعرفوا النتيجة، شيروا الفيديو وعملوا لايك واشتركوا بالقناة ويلا نستمتع. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا محمود وبهالفيديو معنا ماك بوك برو بمعالج الـ M3 بمواجهة الماك بوك برو بمعالج الـ M2. نبدأ بالنسخة الأولى وهي الـ M3 برو. الجهاز اللي معي بحجم 14 إنش لكن حصلت على نسخة بنفس معالج الـ 16 إنش. هذا الشيء بيعني أنه عندنا 12 كور أو 12 نواة CPU للمعالجة و 18 كور GPU لمعالجة الصور. طبعاً المعالج بدقة تصنيع 3 نانومتر ورامات الجهاز هي 18 جيجا بايت. لون الجهاز هو اللون الأسود الجديد الفخم الجميل جداً أو السبيس بلاك اللي هو حلو كتير بس بيطبع بصمات مثل ما حكيت بالفيديو مو الماضي اللي قبله اللي كان عن الـ M3 والـ M3 Pro. بينما نسخة الـ M2 Pro اللي معي بتجي بشاشة بحجم 16.2 إنش ب 12 كور أو 12 نواة CPU للمعالجة و 19 كور GPU لمعالجة الصور، 16 جيجا بايت رام واللون السيلفر الفضي قاهر البصمات مثل ما بيقولوا. الجهازين بتشابهوا بأشياء كتيرة كتير ومن أهمها الذاكرة الداخلية. ذاكرة الجهازين 512 جيجا بايت. الجهازين بيجوا بنفس الشاشة أو نفس التقنية المصممة فيها الشاشة مع اختلاف الحجم اللي هي Liquid Retina XDR بتقنية البروموشن الرائعة اللي بتخلي التردد يكون بين الواحد والمئة وعشرين هرتز. التصميم الخارجي والداخلي للجهازين متشابه تقريبا بدرجة 90%. الجهازين فيهم نفس المآخذ الخارجية، نفس دقة أو جودة التصنيع، نفس المواد المستعملة فيهم وكمان نفس الكيبورد والماوس باد ومستشعر البصمة. موضوع البطارية الموضوع الهام جدا واللي دايما شركة أبل تتفوق فيه على المنافسين بأجهزة الماك، وهو انه البطاريات بتدوم لدرجة انه ممكن انت بالاسبوع او بالعشر ايام ما تشحن الجهاز مرة واحدة اذا كان استعمالك عادي للجهاز وما بتستعمله باشياء تحتاج لباور او طاقة كتير مثل برامج المونتاج و3D وهالقصص. هي الـ M2 Pro بحجم 16 انش من المفترض على كلام شركة ابل انه بطاريته تدوم ل 22 ساعة استخدام، بينما نسخة الـ M3 Pro اللي معنا بحجم 14.2 انش من المفترض انه بطاريته تدوم فقط ل 18 ساعة، لكن نسخة ال 16 انش بطاريته بتدوم نفس المدة اللي بتدوم فيها الـ M2 Pro اللي معنا، يعني 16 انش بطارية اكبر 22 ساعة، 14 انش بتدوم ل 18 ساعة بفضل او بسبب صغر حجم البطارية. لكن صراحة وبناء على تجربتي الشخصية الـ M3 Pro بطاريته عم بتطول رغم انه من الشركة مكتوب انه لازم تكون اقل، بس هي عم بتطول اكثر من الـ M2 Pro وهذا الشيء بيعود لدقة وتقنية التصنيع للمعالج اللي هي 3 نانومتر اللي هي بشكل كبير بتساعد على توفير الطاقة. نسخة الـ 14 انش من الـ M3 Pro بيجي معها شاحن ب 70 واط، بينما نسخة الـ M2 Pro بحجم 16 انش بيجي معها شاحن بقوة 140 واط، ونفس الشيء من هالجهاز الحجم الأكبر بيجي معه نفس الشاحن اللي موجود بالـ M2 Pro. بالنسبة لمعالجات الجهازين فهن بتشابهوا كتير، نفس عدد الأنوية بوحدات المعالجة أو CPU، لكن الجي بي يو رغم أنه الـ M3 Pro أجدد ودقة تصنيعه أقل أو أصغر، لكن الـ M2 Pro بتفوق على الـ M3 Pro بنواة واحدة. هل هذا الشيء معناته أنه أداؤه أقوى من الـ M3 Pro؟ راح نشوف هذا الشيء بالتجارب. نتائج اختبارات Geekbench 6 البنش مارك اللي أجريته لهالجهازين بتبين أنه بالسنجل كور أو بالعمليات اللي بتحتاج أنوية منفردة الـ M3 Pro متفوق على الـ M2 Pro ب 14%، بينما بالمالتي كور مالتي تاسكينج العمليات اللي بتحتاج أكثر من نواة تعمل مع بعض فالفرق كان صغير هو 6% فقط، طبعا لصالح الـ M3 Pro. الـ CPU متفوق على الـ M2 Pro بنسخة الـ M3 Pro بفرق يعني يعتبر جيد، لكن موضوع الـ GPU بيختلف الوضع. الـ M2 Pro نسخة السنة الماضية و
متفوقة على الام 3 برو النسخة الجديدة ب 5% بقوة المعالجة او معالجة الصور والجرافيك. شو بيعني هذا الشيء؟ بيعني انه فعلا الكور الزيادة بالام 2 برو فارق كثير بالاداء تبع الجرافيك، اداء الجي بي يو، اداء معالجة الصور، اللي انا بصراحة بهمني اكثر من السي بي يو، لانه السي بي يو هو اوريدي قوي بالجهازين وما في داعي لتطويره يعني. بالنسبة لموضوع الأدوبي بريمير اللي أنا بشتغل عليه بشكل دائم على أجهزتي الماك أو أجهزة الويندوز كمان، فالتجربة اللي عملتها بينت إنه الجهازين نفس المدة أخذوا ليخرجوا الفيديو، الراندرينج ما اختلف كثير، لكن دائما كان في فرق بسيط لصالح الـ M2 Pro، مما بيعني إنه الجي بي يو اللي بالـ M2 Pro أقوى من الـ M3 Pro، مثل ما بينت الاختبارات والبنش ماركس. هذا الشيء بيخليك تحسب ألف حساب قبل ما تشتري الـ M3 Pro وتدفع 400-500 دولار زيادة وانت عندك الخيار اللي هو ارخص اللي بيعطيك معالجة صور اقوى. بالنسبة لرامات الجهاز، M3 عنا 18 جيجا، M2 عنا 16 جيجا. بصراحة اثناء استخدامي المكثف للجهازين تبين انه الجهازين ما عم يتخطوا حاجز ال 12 او 13 جيجا بايت، يعني الجهازين مرتاحين بموضوع الرامات ان كان 18 او 16 جيجا. طبعا اذا انت عندك بروجيكتس كبيرة بتشتغل عليهم جيب رامات اكثر، لكن بشكل مبدئي كبداية ال 16 او 18 جيجا بايت الموجوده بالام 3 هن كافيين جدا كاستخدام اولي. كثير منكم راح يتساءل بهالحاله هي ويقول ليش شركه ابل نزلت معالج الام 3 برو وعملت له دعايه انه هو اقوى معالج موجود في الكره الارضيه ولسه ما حدا اخترع مثله ولا حتى على المريخ، اذا الام 2 برو اقوى منه. صراحه انا رايي من رايكم، ايه الام 2 برو اقوى، لكن الشغله اللي لعبت عليها ابل وهي استهلاك الطاقه. شركه ابل اختارت على حساب زيادة قوة الجهاز، توفير الطاقة وعمر أطول للبطارية والاستخدام بدون شاحن، يعني دقة التصنيع 3 نانومتر، معالج نفس القوة تقريبا مع اختلاف بسيط كتير لصالح السي بي يو، جي بي يو أضعف، لكن الام 3 برو بيوفر طاقة وبطاريته أقوى كعمل بكتير من الام 2 برو. هذا الشيء بيعني انه أبل ضحت في الأداء مقابل عمر البطارية، وهذا الشيء بشوفه أنا كمان مو سيء. في ناس بتفضل نفس القوة اللي كانت موجودة قبل اللي هي كافية بالنسبة للجميع تقريبا، على حساب انه الجهاز يطول أكثر بالعمل بدون ما نضطر نشحنه. حتى كمان موضوع الحرارة بالM3 Pro أفضل من M2 Pro، لكن الM2 Pro كمان يعتبر ممتاز جدا وحرارته ما بترتفع، وإذا ارتفعت حرارته حطوا له كمادات مي بيردة بيمشي حاله. عم بمزح، لا تقربوا مي عليه. الخلاصة، إذا معك مصاري زيادة ومو عارفان وين بدك تروح فيها، معظمنا ما عنده هالميزة هي مع الأسف، فاشتري الـ M3 Pro واشتري كمان أعلى مواصفات، لأنه أنت رح يكون معك أحدث إصدار من معالجات أبل وآخر جهاز وآخر نسخة وصلت على السوق. بينما إذا ميزانيتك محدودة وما معك مصاري زيادة مثل حال تقريبا 99% من الشعب وأنا منهم، فبفضل أنك تختار الأداء الأفضل بالجي بي يو وتوفر لك كم ليرة وتشتري الـ M2 Pro اللي فيه كمان لتحصل صفقات رائعة بسوق المستعمل أو سوق المعاد تصنيعه، أو في شركات كتير عندها بضاعة كتير بتخلص منها فعملت عليهم سيل تنزيل 20-30%، يعني بدل ما تدفع 2000 دولار بالنسخة المبدئية أو الأولية بالـ M3 Pro، لا روح دفع 1600 دولار وخذ نسخة معاد تصنيعها أو خذ نسخة مستعملة بـ 1500 دولار كمان من معالج الـ M2 Pro اللي راح يعطيك نفس القيمة والأداء تقريبا بسعر أرخص، والمصاري اللي راح توفرها يا أخي اشتري فيها شيء مفيد لك، جيب فيها أكسسوارات للجهاز، كفر حماية، شاحن، أي شيء مشان يكون عندك شغلات تساعدك على استخدام الجهاز. شو بيعني هذا الحكي؟ بيعني أنه أنا شخصيا راح اشتري الـ M2 Pro وراح اشتغل عليه واستخدمه لبين ما الله يفرجها وما يعود يشغل لي شيء، مع أنه أجهزة الأبل أو الماك بوكس بشكل عام عندك عمر 4-5 سنين اكيد الجهاز راح يخدمك بدون ما تعاني من اي مشكلة. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. اذا عجبكم الفيديو حطوا لي لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وتابعوا باقي الفيديوهات وشاركوها بين اصدقائكم لتعم المعرفة على الجميع. سلام.